تلتف الجماهير العربية حول قرارات لجنة المتابعة العليا، مستعدة متأهبة ومنتظمة لتطبيق قرار الإضراب العام والشامل وإقامة المسيرات الاحتجاجية في كل بلدة عربية. كيف لا والمؤسسة الإسرائيلية الحاكمة لا تأبه بشلال الدم الذي لا يتوقف واستفحال الجريمة؟ القيادة قالت كلمتها بعد أن بات كل فرد في المجتمع العربي مهددا بغياب الأمن الفردي والأمان الجمعي. أنتم مع بانوراما هذا اليوم وساعة جديدة، هذه أبرز ملفاتها. إضراب عام الثلاثاء ودعوات لوقفات ومسيرات منددة بانتشار الجريمة وتواطؤ الشرطة والحكومة معها. الآلاف في تشييع جثمان المغدور الشيخ سامي عبد اللطيف في مدينة كفر قرع، وغضب شعبي متصاعد في البلدات العربية. واجتماع طارئ ودعوة للتظاهر على مفترق عرعرة النقب ضد جرائم هدم البيوت والتحريض على العرب. أهلا بكم من جديد. في ملفنا الأول، أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في نهاية اجتماعها في كفر قرع المباشرة بتأسيس هيئة طوارئ قطرية وإعلان الإضراب العام في المجتمع العربي غدا الثلاثاء، وعليه ينتظم التعليم في المدارس لساعتين ليشارك الطلاب بعدها في مظاهرات محلية شعبية. وأكدت المتابعة على ضرورة تحويل التصدي لإرهاب الجريمة إلى انتفاضة شعبية من أجل الحياة ولتوجيه الأسهم إلى السلطة الإسرائيلية الغاشمة التي ترعى إرهاب الجريمة. وجددت الدعوة لتنظيم نشاطات شعبية في مختلف البلدات على أن تكون بتنسيق بين اللجان الشعبية ومركبات لجنة المتابعة والسلطات المحلية ولجان أولياء الأمور. في سياق متصل، الزميل مجد نيال رصد رأي الشارع العربي بالإضراب العام والشامل يوم غد الثلاثاء، والذي جاء في أعقاب استفحال العنف والجريمة وضرورة الالتزام بهذا الإضراب. نتابع التقرير التالي. حالة من الغليان تخيم على الشارع العربي بعد أن تعدى عداد الضحايا 160 قتيلا منذ بداية العام لوحده، وتخطي كافة الخطوط الحمراء من قبل المجرمين بقتل الأطفال والشيوخ والنساء دون شفقة أو رحمة. وينادي أبناء المجتمع العربي بضرورة الالتزام التام بالإضراب العام والشامل الذي دعت إليه لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية يوم الثلاثاء، وأن يشمل الإضراب كافة القطاعات بما في ذلك عمال المصانع وسائقي الشاحنات والقطاع الصحي. أنا برأيي إضراب بلدان عربية هذا بطل له تأثير بالمرة، فأنا بقول إنه مؤسسات حكومية، كل عربي، كل حدا شريف حر لازم يضرب عن أي إشي بتعلق في الدولة، نشلها للدولة. الإضراب لازم لفخوت لفخوت يقعد جمعة، أنا في رأيي ساعتها الدولة بتنجبر بكل الطرق إنه تلاقي الحل والجذرة. فعشان هيك أنا بطالب الكل إنه يضرب. صراحة التغيير ببلش كل بني آدم بحاله، يعني إنه يغير بحاله ليصير في عنا تغيير عن جد بهذا الإشي. لما يكون إضراب يكون إضراب 100% بالضبط، يشمل الجميع، يشمل المصالح التجارية، يشمل الدكاترة، يشمل ما فيش فرق بين هذا وبين هذا. يعني بالنسبة لي الكل لازم يوقف بنفس الوقفة، يعني على أساس نصل للي بدنا إياه
بحال كان في تغيير. ويطالبون أن لا يقتصر الإضراب على يوم واحد فقط، بل أن يستمر لثلاثة أو أربعة أيام متتالية، وذلك للتأثير على الاقتصاد الإسرائيلي وإجبار الحكومة على التحرك. ما ينفعش إضراب يوم واحد بصراحة، هذا إضراب ما ينفعش، ماكسيموم أربعة أيام ما تكون إضراب. شايف الوضع يعني وصلنا وضع، شو لك وضع يعني خلص يعني كل يأس من الوضع خلص، يعني كبير صغير بطل في أمان بصراحة. شايف وهاي السلطة المحلية هاي كلها لازم تضرب، مش يوم واحد يومين، لازم ليش أربعة أيام تسكر كل الدولة. علينا أن نستمر في هذا التظاهر وفي هذه المظاهرة، وأن نعمل جاهدين على أن كافة الجماهير العربية وكافة المسؤولين في الجماهير العربية من معلمين من مهندسين من محامين من عمال من معلمين من كل الأطر الفاعلة في المجتمع العربي أن تضرب إضرابا كبيرا، وكي تحس وتشعر هذه الحكومة. توابيت تحمل على الأكتاف وجنازات كل صباح ومساء لضحايا جرائم العنف والقتل في المجتمع العربي في ظل تواطؤ الشرطة ومن يقف على رأسها، فلم يعد للمجتمع العربي أي خيار سوى أن يعول على نفسه بتوحيد صفوفه وتصعيد خطواته الاحتجاجية. عن هذا الملف ينضم إلي بداية السيد سامي أبو شحاتي رئيس حزب تجمع الوطن الديمقراطي. مساء الخير أستاذ سامي، لابد وأن إضراب يوم غد هو مرحلة جديدة بعلاقة المجتمع العربي الفلسطيني مع مؤسسات الدولة، إلى أي مستوى باعتقادك يعني تنتقل هذه العلاقة مع الخطوات التصعيدية التي أعلنت والتي دعا التجمع الوطن الديمقراطي أيضا الالتزام بها؟ مساء الخير وتحياتي لك وجميع المشاهدين والمشاهدات. دعينا أولا نسمي هذا الإضراب باسمه الحقيقي، هذا هو إضراب الحياة، هذا هو إضراب من أجل حقنا في الحياة، من أجل حقنا في الأمان، من أجل حق أولادنا وأطفالنا في الحياة، لأن الجميع الآن يعلم أن المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل فقد حتى حقه في الحياة. نحن نرى أطفال تقتل أبرياء، نحن نرى مشايخنا تقتل، نحن نرى نساءنا، يعني الخطر على الجميع وفي كل قرانا ومدننا، وهذا الإضراب هو إضراب من أجل أن نطالب في حقنا في الحياة. ولذلك الالتزام في هذا الإضراب هو أمر هام جدا، له دلالات كبيرة جدا، وهو كلما كان الإضراب أشمل وأقوى تكون الرسالة التي نريد أن نرسلها إلى هذه الحكومة وإلى هذه الوزارة العنصرية بقيادة بنغفير رسالة أقوى ومتماسكة من خلال وحدتنا كمجتمع. أستاذ سامي، ونحن نتحدث عن يعني ضرورة الالتزام بهذا الإضراب وبقرارات لجنة المتابعة، باعتقادك يعني ما هو ثقل هذه الخطوة بل سلسلة الخطوات التي أقرت، وأي رسائل توصل لهذه المؤسسة التي لا تأبه، التي تتقاعس والتي تتواطأ أيضا مع عصابات الإجرام ولا تقوم بأي خطوة جدية لوقف شلال الدم في المجتمع العربي؟ طبعا كان هناك الحديث على عدة خطوات، منها أنا باعتقادي خطوات جديدة ولغة جديدة سمعناها في اجتماع المتابعة الأخير في كفر قرع، بعد أن تجاوز الإجرام في مجتمعنا كافة الخطوط الحمراء، ونحن نرى ليس تقاعس من الشرطة وإنما تعاون من الشرطة مع عصابات الإجرام. وهناك أيضا حديث واضح من الشرطة في دولة إسرائيل بأن جهاز الأمن العام الشبك يعني يوظف عملائه أيضا داخل عصابات الإجرام، يعني لديه دور فاعل في عصابات الإجرام. كان هناك الحديث على عدة قرارات مهمة، منها أولا قررنا إنشاء لجنة طوارئ، لأن ما نعيشه هو بالفعل حال الطوارئ. هذا ليس وضع طبيعي، ما نعيشه نحن كأقلية في بلادنا أهل البلاد الأصليين، نحن نعيش في حال الطوارئ، لسنا آمنين على حياتنا وعلى حياة أطفالنا، حتى الناس التي ليس لها أي علاقة فيما يتعلق أو ما يسمى بالعنف أو الإجرام أو عصابات الإجرام، الجميع خائف، الجميع خائف عليه على حياته وخائف على حياة جيرانه وأطفاله وعائلته، فهذا وضع غير طبيعي، تم تسويته بوضع طوارئ وإقامة لجنة طوارئ مؤلفة من عدة لجان من لجان المتابعة، ستقوم في دور كبير في متابعة كل ما يجري بشكل أسبوعي، وقد يكون هناك أكثر من اجتماع أسبوعيا لهذه اللجنة لمتابعة هذا الملف، التحدي الأكبر أمام مجتمعنا. كان هناك أيضا حديث جدي على تدويل هذه القضية،
وهذا أيضا يعني كنا نتحدث به على مدار فترة طويلة جدا، وأنا سعيد جدا بأن جزء كبير من الإخوة في المتابعة تبنوا هذا الخطاب والحديث الآن أيضا على تدويل هذه القضية. وهناك أيضا عدة خطوات، الأهم أن غدا أمامنا إضراب، أنا باعتقادي يجب تحويله، تحويل إضراب الحياة إلى يوم تاريخي مشهود في تاريخ الأقلية الفلسطينية في الداخل، بأن يلتزم الجميع، كل يعني مكونات شعبنا، الموظفين، العمال، أصحاب المهن الحرة، الأطباء، الجميع يلتزم بهذا الإضراب لكي نوصل رسالة أقوى وموحدة لهذه الحكومة العنصرية. أستاذ سامي، بسؤال أخير، اللجنة الفرعية الحكومية لمكافحة الجريمة ستجتمع أو أعلنت أنها ستجتمع مجددا يوم الخميس المقبل بحضور رئيس الوزراء ورئيس الشباك وقائد الشرطة، على خلفية هذا الموضوع، يعني ما دامت إسرائيل غير معنية بحل مسألة الجريمة وانتشار سلاحها في المجتمع العربي، لماذا باعتقادك تجدد هذا الانعقاد تحديدا في هذا التوقيت؟ الجميع يعلم أن الدور الأساسي لأي دولة في العالم، مش مهم إيش كان نظامها، هو توفير الأمن والأمان للمواطن، وإسرائيل فشلت في هذا الدور، وهم يعرفون أن هذه المسؤولية هي بالأساس على الحكومة وعلى الأجهزة الأمنية، هم واعون لهذا الأمر، وباعتقادي العمل على المستوى الدولي لتطويل هذه القضية سيزيد بشكل كبير الضغط على هذه الحكومة. أنا باعتقادي الأمور قد أيضا تنفلت، يعني ما يجري الآن هو أن هذه الجرائم مقتصرة أو مركزة بشكل واضح داخل مجتمعنا، هذا الأمر لن يتوقف في مجتمعنا وسينتشر بشكل أكبر بكثير أيضا لمجتمع الأغلبية. إسرائيل، علينا أن نذكر الجميع، إسرائيل قادرة على ضرب عصابات الإجرام في المجتمع العربي، ولكنها تختار أن لا تفعل ذلك، كما هي يعني نفس الدولة نفس جهاز الأمن يوفر الأمن والأمان للمواطن اليهودي ويمنعه عن المواطن العربي. نحن نريد أن تتغير السياسات من أجل أن نستطيع أن نتقدم في هذا. وهذه المفارقة الصارخة فعليا يعني تظهر حقيقة الأمر. نريد أن نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، الأستاذ سامي أبو شحادي رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، جزيل الشكر لك. نبقى في ذات السياق، وينضم إلي هنا في الاستوديو الأستاذ سعيد ياسين الناشط السياسي وسكرتير كتلة الجبهة في نقابة المعلمين. مساء الخير أستاذ مساء سعيد. مساء الخيرات لك. يعني بالإمكان شعبنا في هذه الليلة. أهلا بك. بالإمكان القول القرارات التي صدرت عن لجنة المتابعة كانت قرارات فعليا لها تأثير، لها ثقل، كما تفضل الأستاذ سامي، بعضها بلغة جديدة، وأيضا يعني في أعقاب هذه القرارات صدرت بيانات عديدة داعمة من المجتمع العربي، من أبناء المجتمع العربي، من القيادات ورؤساء السلطات المحلية. دعنا نبدأ مع ضرورة وأهمية الالتزام التام يوم غد بالإضراب الشامل والعام وبمجمل قرارات لجنة المتابعة. بحجم الأزمة الكبيرة التي يمر فيها شعبنا، ترتقي قياداتنا على قلب واحد وعلى كلمة واحدة في الاستعداد للانطلاق إلى مرحلة جديدة من المواجهة. القرارات التي كانت بالأمس، التي انبثقت بالأمس في كفر قرع عن هيئات شعبنا التمثيلية، تشي بأن الأمر يعني قد بلغ الزبا، ما عادش في إمكانية إلا أن ننتقل إلى مرحلة المواجهة الحقيقية مع السلطة المركزية في الدولة. هذا الأمر يذكرني بعشية يوم الأرض الخالد في 76، حين استشعر شعبنا الخطر الحقيقي الوجودي على أرضه وعلى مسكنه وعلى بيته، انطلق موحدا على قلب واحد وكلمة واحدة للمواجهة، وأثبت أنه حتى على استعداد لتقديم التضحيات الجسام، حين يكون الإنسان على استعداد أن يضحي بحياته من أجل شعبه كشعب والحفاظ على صيرورة بقائه في هذا الوطن، فأنا أعتقد هذه خطوة نضالية مباركة، وهذا موقف يعني نابع من شعب حي متجذر ويريد ويحب الحياة في وطنه. وهذا الموقف الموحد ووحدة الصف أستاذ سعيد، إلى أي حد برأيك ستساهم فعليا بحشد الجماهير العربية؟ بمعنى كل رئيس سلطة محلية، دور اللجان الشعبية أيضا يعني يتجلى في هذا الموقف، يعني تعمل الجهد الكبير لكي يكون هذا اليوم ناجح تبعا لقرارات لجنة المتابعة ولإيصال هذه الرسالة أيضاً. حين أصبحت الجريمة صباح مساء،
حين أصبحنا لا نعيش يوما واحدا بدون سماع هذه الأخبار السيئة، وحين استشعرت هذه السلطة بتقديري الآن أنا هكذا أقرأ الصورة، حين استشعرت أن الأمر تحدى كل الخطوط الحمر على المستوى الشعبي فلجأوا إلى أسلوب خبيث وعاطل، وأعتقد أن شعبنا أثبت من خلال هذه القرارات على أنه قد المسؤولية. ماذا قالوا؟ بدأوا يسربون أخبار، وكأنما يحدث بالمجتمع العربي هو صراع عصابات إجرام فيما بينها. صحيح. وهذا واتهموا المجتمع العربي بالعنيف والمجرم، بأننا شعب عنيف. طبعا هذه مقولة قالها سموتريتش وقالوها وزراء آخرين في الحكومة، لكن لما وصل الأمر أنه ما عاد عندهم ما يقدموه أو ما يقنعوا به شعبنا بأنهم متآمرون على شعبنا، أصبحوا يعني ينشرون هذه الدعاية على أن الأمر الآن تطور إلى مرحلة أخرى، وهي عصابات إجرام تتقاتل تتصارع فيما بينها. وهذا طبعا هو أمر خاطئ، لأنه إذا كان هناك فعلا عصابات إجرام فهذه العصابات مولت، وهذه العصابات أعطيت كل الإمكانيات من المؤسسة الرسمية الحاكمة في الدولة، وهي تتحمل بكل الأحوال مسؤولية لجم هذه العصابات، لأنه ما يهمنا بالآخر أن يكون المواطن الفلسطيني كما هو أي مواطن في أي دولة كانت أن يشعر بالأمن والأمان. وأنا قد أختلف مع صديقي سامي بكلمة أن هذه الحكومة أدركت، هذه الحكومة لم تدرك شيء، هذه الحكومة خططت لهذا المشروع الدموي، وهذا لم يبدأ بالأمس القريب. صحيح. هذا بدأ من سنة 2000، ونحن الآن عشية يعني على مقرب من ذكرى هبة الأقصى التي دفعنا فيها 13 شهيدا من أبناء هذا الأمر. صحيح. هذا الأمر يذكرنا بالانطلاقة الأولى لهذه السياسة الخبيثة اتجاه شعبنا، أي تمزيق شعبنا من الداخل والوصول به إلى هذه المتاهات. صحيح. سنواصل معك أستاذ سعيد، ولكن ينضم إلينا أيضا الأستاذ شحدة بن برينا نائب رئيس الجبهة الديمقراطية والناشط الحقوقي. مساء الخير سيدي، معك أيضا أريد أن أبدأ بضرورة التزام المجتمع بهذا الإضراب تحديدا، وأن الجريمة لم تستثني أي من المدن والقرى العربية ولا حتى أي فئة من أبناء مجتمعنا. مساء الخير لك ولكل المستمعين. أولا أبارك لهذه الخطوة، أعتقد بأننا علينا جميعا أن نلتف حول هذا القرار، نلتف حول مؤسساتنا. كفانا شرذمة، أعتقد بأن الأحزاب والمؤسسات و كل الأطر الفاعلة على الوسط العربي عليها أن تتخذ أيضا موقف مسؤول، ليس فقط في القرار وإنما مسؤول أيضا في التصرف اليومي النضالي في أوساط شعبنا. يعني نحن مررنا فترة لم تقم الأطر الفاعلة بإعطاء مثال جيد في الوحدة وسلامة الحديث والخطاب المتبادل والاحترام المتبادل، وكانت هناك صراعات حزبية وأطر مختلفة. أعتقد أنه آن الأوان بأن تثبت هذه القيادات أنها موحدة وأنها تعمل تحت سقف واحد بشكل موحد، وأن تنفذ القرارات أيضا، وليس فقط أن تتخذها وإنما أن تقوم بدورها تعبئة الشارع ضد الحملات ما تقوم بها الحكومة. طب وبناء على ما تتفضل به سيد شحدة بن بري، ولابد أنكم مطلعون أيضا يعني على العمل في الساعات الأخيرة والمجهود الذي تقوم به القيادات والسلطات المحلية، كيف تصف لنا هذا الجانب؟ يعني كيف يتم العمل فعليا من قبل لجان شعبية، رؤساء سلطات محلية، كل المنظمات أو الجمعيات الفاعلة أيضا لحشد الشارع يوم غد في المظاهرات السنية طبعا والشعبية؟ يعني في هذا اليوم الأخير، يعني باليومين الأخيرين، لمسنا تحول جدي من قبل الأطر والمنظومة السياسية، المنظومات السياسية المختلفة. آمل يعني أن هذه النشاطات أن يكون
لها ما بعدها، أي ما بعد الغد أيضا، وأن تتحول غرفة الطوارئ التي تم تشكيلها ضد آفة الجريمة أن تتحول إلى قاعدة موحدة وتوحد جماهيرنا وأطرنا وجمعياتنا وإلى آخره ومؤسساتنا، كي ننطلق إلى الشارع، لأن الشارع ينتظر أيضا وينظر إلى فوق، إلى ما هم من هم فوق في الكنيسة والكتل وإلى آخره، ونحن بهذا نعكس صورة موحدة ضد الجريمة وضد سياسة الحكومة. نعم. سياسات الحكومات المختلفة والمؤسسات المختلفة. يعني أنا حضرت من موضوع الجريمة قبل حوالي 10 سنوات وطلبت بأن تقوم هذه المؤسسات بدورها لردع الجريمة، لأن كان واضح إنه هذا ما تخلقه الحكومة أكثر من قبل 10 سنوات، يعني ليست هذه الحكومة الأخيرة أو ما قبلها أو إلى آخره، هنا سياسة مرسومة يعني، ولذلك علينا أن نرسم سياسة معاكسة للحفاظ وحماية أولادنا. وهنا يأتي هذه السياسة، وهنا يأتي فعليا يعني دور الجميع بتنفيذ هذه القرارات والالتزام التام بقرارات لجنة المتابعة. أريد أن أشكرك السيد شحدة بن بري نائب رئيس الجبهة الديمقراطية والناشط الحقوقي على هذه المداخلة. طبعا نواصل مع السيد سعيد ياسين هنا في الاستوديو. إذا يعني أستاذ سعيد، كنا نتحدث أن المؤسسة الإسرائيلية لو أرادت تستطيع، ولكنها يعني تقصر عمدا وتتواطأ في ما يخص هذا الجانب. أريد أن أسألك أيضا يعني ما طرحته على السيد سامي أبو شحادي، وهذا الإعلان من قبل اللجنة الفرعية الحكومية لمكافحة الجريمة التي أعلنت أنها ستجتمع يوم الخميس المقبل، كيف ترى هذا التزامن وهذا الاجتماع مجددا مع حضور رئيس الوزراء ورئيس الشباك وقائد الشرطة؟ لا يوجد قرارات في هذه الحكومة عفوية، هي ليست عبثية، التوقيت ليس بتوقيت عبثي. حين رأوا قرارات قوية تخاطب شعبنا باللغة التي يفهمها، بلغة التفاهم وبلغة الإدراك على أننا في السفينة الواحدة أمام عدو واحد، أتوا بهذا الاجتماع وهو لن يفضي إلى أمر. لو كانوا يريدون لمنعوا ذلك قبل وقوع 168 ضحية. لكن ما يهمني في هذا المجال أن أوجه رسالة وأن أقول كلمة. تفضل. أن شعبنا أثبت أنه حين كان جديا وحين أراد أن يواجه السلطة حقق إنجازات، وليس أدل على ذلك بالأمس القريب حين أعلنت السلطات المحلية أننا لن نفتتح السنة الدراسية إذا لم تلبى المطالب وإذا لم يتراجع إذا لم يتراجع بالأساس وزير المالية سموتريتش وكل الوزراء المتطرفين عن قرارهم بعدم إيصال ميزانيات إلى مجتمعنا العربي، حققوا إنجاز حين أدركت السلطة وحين أدرك الوزير ورئيس الوزراء، حين أدركوا أن شعب أنا هذه المرة مستعد للمواجهة حققنا إنجاز، وتراجعوا هم وبلدياتنا حصلت على جزء مما يحق لها ويحق لنا الكثير. الأمر الثاني والضروري أن تكون رسالة موجهة لشعبنا، احذروا ثم احذروا حالة بث الإحباط. ماذا تفيد المظاهرات؟ ماذا يفيد الإضراب؟ الواقع أن هذا الإضراب وهذه الانطلاقة التي أتمنى أن تكون انطلاقة مباركة وخطوة أولى في طريقنا إلى تحقيق الأهداف، حتى لو وصلنا إلى أمر العصيان المدني، وأنا بت اليوم لا أستبعده بنتيجة صلف هذه الحكومة. هل باعتقادك هذه المرحلة تؤسس يعني الخطوة القادمة وهي ربما العصيان المدني؟ أنا اليوم بت متأكد برؤيتي للأمر أننا في طريق مواجهة صلب. إذا لم تتراجع الحكومة عن هذه السياسات العنصرية اتجاه شعبنا، فسوف نصل إلى خطوات أكثر صرامة وأكثر شدة قد تصل بنا إلى عصيان مدني. لكن ما أردت أن أقوله في هذا الأمر، قد تكون كانت هنالك مظاهرات ودفعنا فيها ثمن باهظ. في هبة أيار الماضي حكم شباب من شبابنا بسنوات سجن طويلة، 12 سنة في عكا، في طمرة 5 سنوات جائرة. و7 سنوات،
ونحن وقفنا فعلا. أنا رأيت يعني أنا في حديث مع محمد بركي أو في خلال متابعتي لتصريحاته قال كلمة مهمة، قال إذا لم نستطع أن نحمي أبنائنا فلم نتركهم إلى مصيرهم ولم يعني نرمي بهم إلى الهاوية. لذلك بدأ التفكير بأسلوب ثاني يحفظ إراقة الدم، لأننا قدام حكومة لا تتورع أن تواجه شعبنا بالرصاص الحي. بن كفير وسلطة بن كفير يعني لا يستهجن أن تستعمل الرصاص الحي أمام كما حدث في سنة 2000. لذلك لجأنا اليوم ولجأوا بقرارات فعلا مهمة تقوم وتعتمد بالأساس على أساليب تربوية حضارية تنفي كل ما يحاولون إلصاقه بشعبنا على أنه غير حضارة. حين نقول أنه الثلاث حصص الأولى في المدارس يجب أن تكون للتعليم عن التسامح عن قيم العلاقة وعن نبذ العنف وكل نبذ العنف عن إلى آخره وبعد ذلك الخروج إلى مظاهرات إلى مناطق آمنة إلى مناطق اللي ما فيش فيها خطر ولا يستطيعون مهما بلغت بهم الوقاحة أن يواجهوا طلاب مدارس في داخل البلداتهم بالرصاص مثلا على سبيل المثال. لكن وجود الأهالي وأنا من هنا أناشد الأهالي الطلاب الهيئات التدريسية اللجان الشعبية كل من له على الفعاليات الحزبية كل الناس أن تتضافر في هذا اليوم لنقول بصوت عالي أن شعبنا شعب حي وشعبنا يستطيع أن يواجه. وعلى أمل أن تصل هذه المناشدة للجميع نريد أن نشكرك جزيل الشكر أستاذ سعيد ياسين على حضورك وعلى هذه المقولة أيضا الناشط السياسي وسكرتير كتلة الجبهة في نقابة المعلمين شكرا جزيلا لك. إلى ملفنا الثاني لهذا اليوم حيث شارك الآلاف الليلة الماضية في مراسم تشييع جثمان الشيخ سامي عبد اللطيف مصري في مدينة كفر قرع فيما نظم المشيعون مسيرة احتجاجية وصولا إلى شارع 65 بعد انتهاء مراسم التشييع احتجاجا على استفحال الجريمة في المجتمع العربي في ظل تقاعس الشرطة. المزيد في تقرير مراسلتنا وفاء يوسف. تقف الكلمات عاجزة عن وصف المشهد الرهيب والمهيب الذي سيطر على سماء مدينة كفر قرع عند تشييع جثمان المغدور الشيخ سامي عبد اللطيف المصري إمام مسجد قباء حيث شارك الآلاف في تشييع جثمانه من منزله في الشارع الرئيسي للمدينة حتى المسجد ومن ثم مقبرة المدينة. يعني هذا الشيخ يعني ما حدا بك يتوقع انه يصير هيك معاه لانه هو محترم وبحب الناس كلهم وكل الناس بتحبه ولو انت هذا العنف بده يضل يعني احنا مش عارفين نعيش بامان بالمره لا بالليل ولا بالنهار. هذا وأعقبت مراسم الجنازة مظاهرة غضب حاشدة انطلقت من المدينة حتى المفترق الرئيسي على شارع 65 وادي عارة حيث شارك فيها الآلاف من الشباب إضافة إلى القيادات والشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية. وقام المشاركون بإغلاق الشارع الرئيسي وأطلقوا هتافات غاضبة تنديدا بالعنف والجريمة المستفحلة في المجتمع العربي. نحن على ما ترون في ظروف لا نحسد عليها ظروف صعبة قاسية على الجميع ونسأل الله تعالى أن يردنا إليه ردا جميلا وأن تكون الأيام القادمة إن شاء الله تعالى أفضل وأحسن نعيش فيها بأمن وأمان. كلنا في الداخل الفلسطيني محبين للخير محبين للسلام محبين للأمن محبين للأمان كلنا نريد أن نعيش بسلام آمنين مطمئنين. حكومة إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية لهذا الألم لهذا النتائج الأمهات الثكلة للأطفال اليتامى في داخل مجتمعنا العربي. حكومة إسرائيل التي تتقاعس مع الشرطة يعني تتيح لسفك الدماء ولكن لن نركع. وتم في المظاهرة رفع الصلوات والأدعية في سماء المدينة المكلومة التي لبست الأسود من هول المشهد والمصاب الجلل الذي عصف بحياة أبنائها وقلب حياتهم رأسا على عقب. وأطلق المشاركون صرخات تدعو إلى وقف شلال الدم المنهمر على شوارع كافة المدن والبلدات العربية دون ما استثناء. باعتقادي بأن شلال الدم هذا المتصاعد يجب أن يواجه على مدار الساعة ويوميا لأننا نعيش يعني حالة من الخطر الحقيقي الخطر الوجودي على شبابنا وعلى أحفادنا وعلينا جميعا. نحن نطالب الشرطة نطالب الحكومة أن تأخذ دورها لأنها متقاعسة ومتواطئة مع المجرمين ويجب إيقاف هذا المسلسل لأنه طفح الكيل ونفذت كل الخطوط الحمراء
والسوداء. نحن كمجتمع فلسطيني نعاني ودمنا يسيل في الشوارع، لا يمكن السكوت على هذا الوضع. منتصرون إن شاء الله على هذه الآفة، لأننا يعني لا نملك أي بديل آخر سوى الاستمرار بهذا النضال وبهذه الوقفات الشعبية الجماهيرية. وأنا أريد أن أقول أننا بحاجة لأبناء وبنات شعبنا لأن يكونوا إلى جانبنا بهذه النشاطات الوطنية. كلما كان العدد أكبر بعشرات آلافنا كلما كانت رسالتنا أقوى، وكلما تمكننا من التأثير أكثر على هذه يعني المؤسسة العنصرية التي ستواصل عنصريتها، ولكن أننا سنواصل نضالنا. وكانت شهدت مدينة كفر قرع إضرابا عاما شمل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وسط حالة من الغضب والتوتر والاستنكار، فيما عقدت لجنة المتابعة العليا بالإضافة إلى بلدية كفر قرع ورجال دين وشخصيات عامة اجتماعا طارئا تم فيه اتخاذ سلسلة من القرارات ضد العنف والجريمة، ومن ضمنها الإضراب العام المقرر في الغد والذي يليه العديد من الخطوات المناهضة للعنف والجريمة التي أزهقت أرواح 170 ضحية هذا العام. عبر الخط الهاتفي ينضم إلي الأستاذ طلب الصانع عضو الكنيسة السابق وعضو قيادة لجنة المتابعة. مساء الخير سيد طلب. المجتمع العربي ينزف يتألم في ظل استفحال الجريمة وانعدام الأمن الشخصي لكل فرد فيه، وطبعا الجريمة باتت تهدد الجميع. على ضوء ذلك، إلى أي حد تعولون على أن تؤثر هذه القرارات التي خرجت عن المتابعة على الحكومة الإسرائيلية وجهاز الشرطة اللذان يتقاعسان؟ من هذه القرارات ومن هذا الحراك وتسير رسالتين. الرسالة الأولى للمجتمع الفلسطيني أن يكون بيئة رافضة لكل المجرمين ولكل العنف بكل أشكاله، وأن تتحرك الأغلبية الصامتة، حيث أن 97% من مجتمعنا هم رائعين وهم ناس طيبين وناس أثبتوا على مدار السنوات القدرة في النهوض بالمجتمع، تجاوز فترة الحكم العسكري ووصلوا إلى مناصب عليا، وهنالك فئة صغيرة تحاول اختزال كل هذا الإنجاز لهذا المجتمع الرائع في قضية الجريمة. وبالتالي مهم أن هذا الأغلبية الصامتة تتحرك وتقول كلمتها. الأمر الثاني هو رسالة للحكومة والسلطة بأننا نتهمها بالمسؤولية الكاملة عن الجريمة. هنالك من نفذ ولكن هنالك من دعم وساند. الحكومة الإسرائيلية بسياستها بتوافيها هي شريكة في الجريمة، هي هنالك من أطلق النار ولكن هنالك من خلق الأجواء وسمح بإطلاق النار وهي الحكومة الإسرائيلية. أستاذ طلب، يعني في هذه الساعات الأخيرة قبل يعني أن يبدأ هذا الإضراب يدخل حيز التنفيذ، ما المطلوب عمليا من الجميع؟ يعني إن كنا نتحدث عن القيادات، إن كنا نتحدث عن اللجان الشعبية، إذا ما تحدثنا أيضا عن السلطات المحلية ورؤساء السلطات المحلية حتى إدارة المدارس والهيئات التدريسية، ما المطلوب من الجميع لإنجاح وتنفيذ هذه القرارات؟ يعني الأخت الكريمة، السلطة الإسرائيلية وجدت في البعد الاجتماعي مدخل لضرب النسيج ولضرب الوحدة، وفي ظل فشلها في أسرة الوعي وأسرة الجماهير العربية، وتركت المجال لمجموعة هامشية أن تعيث فسادا في داخل المجتمع. وبالتالي هنالك مسؤولية مجتمعية لإعادة المنظومة الأخلاقية وتحسين مجتمعنا. هناك أهمية في استنهاض دور الأسرة والتربية الأسرية، هناك أهمية في إعادة بناء المناهج التربوية لتعزيز الانتماء الوطني والانتماء المجتمعي. من ينتمي لوطني ولا ينتمي لمجتمع لا يمكن أن يتحول إلى سكين لطعن هذا المجتمع. هناك أهمية لدور المدارس ودور المجالس ودور المساجد ودور السياسيين، كل يجب أن يأخذ دوره وأن يضع قضية بناء المجتمع وإعادة بناء المجتمع واللحمة الاجتماعية والتضامن والتكامل في سلم الأولويات. يجب أن نبتعد عن خطاب المناكفات وخطاب الكراهية، وهذه مسؤوليتنا جميعا. نحن ندرك أن هنالك عدو يتربص فينا منذ 48 منذ النكبة، وبالتالي هذا ليس غريب، ولكن يجب أن لا نمنحه الفرصة ويجب أن لا نعول عليه كثيرا، لأنه هو داء ومنه لن يأتي الدواء. نحن نتهم ولكن علينا أن ندرك أن الحل بأيدينا، لأن نحن ندفع ثمن التقاعس الشرطي، وبالتالي علينا أن نبادر لتحسين المجتمع لتجاوز هذه الأزمة. وأنا واثق بأننا سنتجاوزها كما تجاوزنا أزمات على مدار السنوات الماضية من خلال
النكبة والحكم العسكري هنا شبابين. جزيل الشكر لك على هذه المداخلة الأستاذ طلب أصانع عضو الكنيسة السابق وعضو قيادة لجنة المتابعة، شكرا جزيلا. نتحدث الآن عن الجانب المهني مع أهل الاختصاص، وينضم إلي هنا في الاستوديو دكتور وليد حداد المحاضر في علم الإجرام. مساء الخير دكتور. يعني ما يحدث من مجازر وقتل أبرياء صغار سن إمام مسجد، ربما كنا قد تحدثنا عنه سابقا، توقعت أن تستفحل أكثر وأكثر الجريمة في المجتمع العربي، موجع أننا نتساءل يوميا دكتور كيف وصلنا إلى هذا الحديد، ولكن المرعب أكثر أن نتساءل إلى أين سنصل بعد. بالواقع يعني ما سيحدث في المستقبل صعب نتنبأ، ولكن تصاعد في الجريمة سوف يستمر طالما لا توجد خطة حكومية جدية، وحكيناها في المقابلات السابقة. ولكن عدد القتلى يعني باعتقادي أنا بحساباتنا البسيطة سوف نتجاوز 200-220 قتيل السنة حسب المعطيات. حصيلة قياسية يعني سوف تكون حصيلة قياسية، يعني تتحدثين عن حرب أهلية. يعني اليوم بدأت أقرأ عن حرب الأهلية اللي كانت في إيرلندا على مدار 30 عام بين البروتستانت والكاثوليك، ما كانش هاي الأعداد من القتلى في حرب أهلية اللي كانت معرفة عالميا أن حرب أهلية في إيرلندا اللي انتهت 1698. يعني بلشنا نتحدث عن مجازر وحرب أهلية، حتى أنتم كإعلام ما كنت تتحدثوا عن بهذه المصطلحات، اليوم نتحدث عن إرهاب جنائي، عن مجازر، عن حرب. يعني ترتكب جريمة يقتل في أعقاب 4 أشخاص، هذه مجزرة بكل المعايير. نعم، ولما حضرتك قلت على إنه تنبأت هذا الأمر، أنا من سنة 2014 عندما قتل مدير مدرسة في منطقة المثلث الجنوبي بالطيبة، وقلت إنه إذا لم نتدارك الأمر سوف نصل إلى هاوية، إلى نقطة لا عودة. وكان عندنا 50 قتيل في السنة، وكان سنتها وزير الشرطة أهرونوفيتش. يعني لما كان بعده يتسحق أهرونوفيتش كان يحكي عن محاربة الجريمة بشكل جدي، وكنا مع 50 قتيل، وكنا نعلم إنه الشرطة الإسرائيلية أصلا قدراتها اليوم، اطلع من نظرية المؤامرة إفاف، بالقدرات الحالية عند الشرطة لو كل النوايا موجودة ورئيس حكومة عم بفحصهم كل يوم الصبح، لا يستطيعون أن يتعاملوا مع أكثر من 160 جريمة قتل في المجتمع العربي لحاله. يعني شرطة إسرائيل وكل قدراتها تستطيع أن تتعامل مع لغاية 100 جريمة في العام مع المجتمع اليهودي والعربي، هاي إذا بدها تكون جدية. يعني هذا الكم من الجرائم لن يكون حل. يعني أنا بحكيها وبتشاؤم، لأنه لا يوجد للشرطة القدرات التقنية حتى من ناحية عدد أعداد يعني أفراد أعداد شرطة، لا يوجد لديهم أي قدرات للتعامل مع هذا الكم الهائل. يعني سوف نرى إغلاق ملفات فقط في الفترة القريبة، زائد أنه يعني الحكومة تتحدث عن يعني نتنياهو، يعني هو شاطر في أنه يقبر الموضوع وعملنا لجنة وعملنا لجنة، هذه اللجان اللي بعملها وين المختصين الخبراء العرب في داخلها؟ ينقصنا خبراء عرب يجيبوا لنا ناس عندهم خبره في مع اليهود الحرديم او غيره يحكوا عن 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 مشاكلنا؟ لا يوجد اختصاصي، ولازم مقاطعه هذه اللجان. انا اقولها وبصدق، لانه هذه اللجان سوف تزيد الطين بله. الناس اللي قاعدين جوا يرون المشكله، هذا مجتمع عنيف هيك بتطلعوا، مجتمع دموي، ويعني عم بفكروا بحلول اللي تتعامل مع مجتمع انه عنيف، مش انه كيف دخل هذا السلاح هذا المجتمع، من سمع بدخل. وهذه نقطة هامة ولافتة دكتور، يعني مجتمعنا العربي لا ينقص مختصين في هذا المجال، ولكن حتى اللجنة الفرعية الحكومية لمكافحة الجريمة ستجتمع بحضور رئيس الوزراء، رئيس الشباك، جهاز الشرطة، أين المختصين؟ أين ممثلي المجتمع العربي أيضا؟ والمجتمع العربي للأسف يعني في بعض الحالات بيحاول يتعاون. نحن يجب أن نقول لرئيس الحكومة ولوزير الأمن القومي انه لن نتعامل مع هذه اللجان. نعم مقاطعين وهن مش عم بيحلوا جرائم القتل، وانا بقول لك لا يستطيعون ان يفكوا رموز هذا الكم من الجرائم، لا يوجد لديهم الادوات بهذا الوضع الحالي اللي نشا، الفوضى اللي خلقت الان. يجب المقاطعه، يا اما الاعتماد على مهنيين، اذا انتم لا تعتمدوا على مهنيين يسمعوا ارائنا. وانا اقول لك بالماضي لما كان في احداث، نعم استمعوا لخبراء ومهنيين عرب، وانا كنت منهم في امور اخرى وفي مشاكل اخرى يعني لها قريب من عالم الجريمه. انا اعلم كيف تدار الامور في الداخل، عملت تقريبا 17-18 عام في وزاره الامن الداخلي، وكنت شريك في غالبيه اللجان. الان انا انسحبت من قسم كبير من اللجان لانه يعني هم ينظرون وكانه احنا المذنبين، وهي النقطه مهمه. يعني بدكم تعملوا لجان كنت تنظروا الموضوع بشكل جدي وحقيقي، ولكن طالما لا يعني مش عم بيعدونا ومش شايفينا من متر، يجب مقاطعه هذه اللجان ونقول ان احنا بدناش نتعاون بتاتا. طب دكتور، إذا ما تحدثنا عن الجانب المهني أو الخطوات المهنية، المجتمع العربي يقول كلمته، القيادي قررت، أقرت لجنة المتابعة سلسلة خطوات ستنفذ يوم غد، ماذا عن الجانب المهني؟ يعني ما المنتظر الآن؟ إحنا رح يعني نتظاهر، مسيرات سلمية شعبية، إضراب شامل وعام، ولكن ماذا عن المؤسسة؟ كيف سنجبرها بأن تأخذ دورها؟
طيب بالواقع انا اقول لك يعني حسب الـ يعني ما عندي مقياس مهني اقول لك انه سوف تنجح الاضرابات غدا او لا، ولكن في بعض مدارس لجان اولياء امور لجنه الاولياء القطريه مش موافقين على الاضراب او بدهم يعملوا يعني فعاليات، يعني في عندنا نقاشات داخليه حقيقه يعني. ومن هون انا اقول يمكن بهذه الفوضى اللي خلقت اجى الوقت انه نبني مؤسساتنا الوطنيه ومرجعيتنا. اليوم كثير من شعبنا مش عم بحسوا ان لجنه المتابعه القرارات عم تاخذها تمثله. يعني كان في مره مشروع ابتدى انه يعني بحسب هذا القرار في التفاف من جميع السلطات المحليه دكتور. انا شخصيا رح الزم بالاضراب، انا لا اتحدث يعني اتحدث عن نفسي وهذا هام جدا، ولكن عفاف مهم نقول انه بهذه الفوضى اللي خلقت والوضع الموجود يمكن هي اسا الوقت انه نبني مؤسساتنا ونايكلها. ودكتور هذه الفوضى لم تخلق من عبث، يعني بس لاربط الموضوع بيوم السبت المشاهد اللي شفناها مع يعني تعامل الشرطه مع طالبي اللجوء الاريتريين، هذا يقول انه حتى الشرطه فقدت السيطره. يعني في جهاز اللي هو مؤتمن على سلامة المواطنين بفرق أنه مواطن أنا بدي أحميه وأنه لا. شو بنقدر اليوم نعمل لحتى نجبر جهاز الشرطة على أن يحمي المجتمع العربي، أن يفك رموز الجرائم؟ يعني العائلات اللي فلذات أكبادها قتلت تريد أن تحقق العدل والعدالة لهم. بالحقيقة الناس بدأ حلول، ويمكن أنا مش بدي أكون هنا الإنسان اللي بدي أكون هالقد أبث التفاؤل عند العالم مع هذه الحكومة الحالية ومع نظرة الوزير الحالي اللي هو مسؤول عن أمننا، لن نرى حلول الفترة القريبة. يعني نجبرها نعمل إضرابات وكذا، الحكومة الحالية غير معنية مكافحة الجريمة ولا يوجد لديها الأدوات، وحتى تعاملها مع الأمر تعامل استعلائي في سبيل يمكن إسكات الرأي العام. أنا أعتقد أنه يجب أن نعول على مجتمعنا في كثير من الحلول، يمكن إعلاميا صعب أحكيها ولكن يعني في توجهات معينة اللي حتى في داخل عصابات الجريمة نبلش نشتغل على موضوع الهدي. هذا مشروع يعني كبير، نحن نعلم من هم عصابات الجريمة، نعرف تقريبا 150 صراع في داخل دموي في داخل المجتمع العربي، نستطيع أن نحصر الصراعات الأكثر دموية ونبدأ في خلينا نقول نوع من الهدنة بداخل هذه المنظمات في سبيل تهدئة الوضع في مجتمعنا. أنا شخصي يعني لا أعول على هذه الحكومة بتاتا، لأنه يعني من خلال تصريحات ومن خلال جلسات كنت فيها ومن خلال كثير من الأمور لا أعول هذه الحكومة أنه تطرح لنا برنامج جدي. دكتور على مستوى يعني دعنا نقول وزير الأمن القومي وهو المسؤول عن جهاز الشرطة، يعني إذا ما قرنا بأي وظيفة أخرى لو في شخص اللي في ولايته حدثت كل هذه الإخفاقات والجرائم والتقاعس أكيد ما كانش بيكون بمنصبه، ولكن كيف تتوقع أن يحاول أن يدير هذه الأزمة؟ يعني إن كان معني طبعا بعد كل هاي الضغوطات اللي أيضا ستكون من المجتمع العربي، إضرابات ربما إعلان العصيان المدني أيضا، يعني المجتمع العربي لن يسكت بعد اليوم، كيف تتوقع أنه يتعامل مع كل هذه الضغوطات؟ أولا في ضغوطات كمان مهم جدا أكدها من الشارع الإسرائيلي اليهودي على هذا الوزير، أنه كمان الشارع اليهودي اليوم لا يرى أنه هذا الوزير يحقق له أمنه الداخلي. يعني غير ضغوطات المجتمع العربي يمكن بالنهاية تكون يعني ضغوطات المجتمع يتأثر، يعني حتى اليوم على صعيد رئيس حكومي في ضغوطات أنه يغير هذا الوزير. الآن أنا أعتقد أنه هو يعني اليوم القيادات بداخل الشرطة تثبت ولاء له، وعم بيستعملوا حتى في المتظاهرين اليهود بكابلان وغيره عم بيستعملوا عنف عشان يرضوا الوزير، يعني هو عمل التغييرات. فالآن إذا ما صار تغيير وتغير الوزير، لأن كل الوقت أراهن أنه بشي مرحلة نتنياهو بده يتعب بده يقول له يعني حتى لو فض الحكومة روح، يعني بدنا حدا تاني. باعتقادي المتواضع أنه بشي مرحلة رئيس الحكومة في سبيل أنه يستمر ممكن أنه يهديه يغيره يستبدله، لكن إذا هذا ما صارش فنصعد نشاهد دموية من الشرطة تجاه المتظاهرين العرب واليهود. لأنه يعني اليوم هذا الوزير يعني حكاها في مقابلة إعلامية على رؤوس الأشهاد أنه حياة المواطن اليهودي أمن حياة المواطن العربي، وقالها على الملأ وبدون تأتأة. نعم. طيب نريد أن نشكرك جزيل الشكر دكتور وليد حداد على هذه القراءة، المحاضر في علم الإجرام، شكرا جزيلا لك. إلى ملفنا الثالث لهذا اليوم، بعد أن أقامت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها اجتماعا طارئا دعت للمشاركة في المظاهرة التي ستقام على مفرق عرعرة النقب يوم غد الثلاثاء، وذلك احتجاجا على هدم المنازل والتحريض العنصري ضد الجماهير العربية. تفاصيل أوفى في تقرير الزميل ياسر العقبي. دعت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها بعد اجتماع طارئ إلى مظاهرة بعد عصر الثلاثاء على مفرق عرعرة
وذلك احتجاجا على هدم المنازل والتحريض العنصري ضد الجماهير العربية. كنا في اجتماع للجنة التوجيه اليوم، هنالك عدة خطوات ستكون البارزة من بين هذه الخطوات، ستكون مظاهرة قريبا على مفرق قرية أبو قرينات عرارة، وستكون دعوة شاملة وعامة لأهلنا في النقب. هنالك عدة اقتراحات كالإضراب وغيره، ولكن في هذه المرحلة نكتفي بقرار مظاهرة. وأشارت الأطر الناشطة إلى أن هدم 29 مبنى لعائلتي أبو هليل والغنامي في منطقة أم اتنان، والخطر الداهم بتهجير قرى بأكملها ومحوها عن الخارطة بما فيها قرية راس جرابة، بحاجة إلى تدويل قضية العرب البدو في الجنوب وطرحها على المؤسسات الحقوقية الدولية والأممية. قرر اجتماع اليوم، الخطوات صارت معروفة، أنه أول خطوة مظاهرة على مستوى النقب تجمع كل أهل النقب على مفرق عرعر النقب أو مفرق أبو قرينات، قرية أبو قرينات الذي حدث فيها الحدث الكبير. نعم، اجتمع اليوم أعضاء لجنة التوجيه العليا لعرب النقب لكي طبعا يردوا على الزيارة الوحشية الغير إنسانية في اعتقادي وفي نظري للوزير الفاشي بينغفير، الذي أتى طبعا وليرى الجريمة النكراء بعينه، هدم 10 بيوت لأهلنا وعوائلنا من القرى المسلوبة الاعتراف. وتقرر إقامة خيمة اعتصام وتضامن مع الأهالي المنكوبين وفتح باب صندوق الدعم والتبرع لمساعدتهم في إعادة بناء بيوتهم وإيصال رسالة لحكومة بنغفير سموتريتش بأنهم يهدمون والأهل يعيدون البناء كجزء من حقهم في العيش على أرضهم بكرامة. عبر الخط الهاتفي ينضم إلي الأستاذ جمعة الزبرقة رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب. مساء الخير سيد جمعة. طبعا يعني ارتفاع وتيرة وحدة التضييق على أهالي النقب، التحريض ضدهم وهدم البيوت بات بالمشهد الصارخ والمتكرر، وبداية أريد أن نقف يعني عند أهم مخرجات هذا الاجتماع الطارئ الذي أقيم، وكيف تعملون على تطبيق مخرجات الاجتماع بما فيها المظاهرة أيضا. مساء الخير لك وللمشاهدين والمستمعين. نحن الاجتماع كان بالأمس الأول يعني يوم السبت في مركز شباب حورة، وأقر عدة خطوات، أحد هذه الخطوات هي المظاهرة غدا الساعة 5 على مفرق عرعرة، وأيضا بناء خيمة احتجاج أمام في منطقة الهدم، والوقوف مع الأهالي من أجل جمع يعني إعادة البناء ثانية. يعني هذه أبرز الخطوات التي اتخذ فيها القرارات. ونحن بما يخص بصدد بالأساس أهم شيء الآن في هذه الدقائق هو أن نعمل على أن ننجح المظاهرة غدا على مفرق عرعراء من أجل إرسال رسالة إلى هذه الحكومة الفاشية بأننا لن نرحل ولن نهاجر إلى أي مكان آخر. يعني وزير من حكومة تقوم يعني بكل وقاحة وبكل حقارة ونزالة، يقوم وزير بمرافقة جرافات الهدم ومراقبتها بنفسه. يعني هذه سابقة لم تكن في السابق، كانوا يعني يقومون بالهدم ولكن الوزراء لا يشاركون في هذه الجريمة. وهذه الدولة يعني لم تحترم يعني أي حتى أسس حق طبيعي وشرعي لكل إنسان أن يكون لديه مكان للعيش للنوم فيه. يعني جريمة نكراء يقومون بهدم 10 منازل وأبقاء عائلات منهم أطفال ونساء تحت السماء والطارق، هذه جريمة. يعني في الدول في أقل من ذلك بكثير، هنالك دول حكومات تستقيل إذا كانت ديمقراطية و صحيح. وبالتالي يعني كما نفهم تعملون طبعا على تجنيد وحشد الجماهير وإنجاح هذه المظاهرة، ويوم غد يعني أصلا هو يوم هام للمجتمع العربي برمته. أستاذ جمعة، يكثر الحديث أيضا مؤخرا على الحاجة لتدويل قضية العرب البدو في النقب وطرحها عمليا على المؤسسات الحقوقية الدولية والأممية، هل من خطوات يعني تقومون بها لتحقيق هذه الغاية؟ بكل تأكيد
أكيد نحن تحدثنا بالأمس، يعني قاموا الإخوة في لجنة التوجيه بالتواصل مع عدة سفراء خارجيين، سيكون لنا لقاء معهم، واقترحنا أيضا أن نجلس في الخط كخطوة أولى مع السفراء الأردن ومصر على أساس أن نبدأ في هذه الخطوات، وسفراء دول أوروبية أخرى بكل تأكيد قضية التدوير، لأنه هذه الدولة لا تحترم، يعني الآن هي أيضا في ضائقة بيخص حتى علاقاتها الدولية مع العالم بحكم تركيبة حكومتها، ونحن علينا أن نستغل ذلك، ونحن سنستغل ذلك، ونحن سنتابع كل التطورات وكذلك أيضا هذه المظاهرة التي يعني تعملون أيضا على إنجاحها وحشد الجماهير للمشاركة بها. جزيل الشكر لك الأستاذ جمعة الزبارقة رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب. شكرا. شكرا لك والله. والآن مع بانوراما أونلاين وأبرز تداولات منصات التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية، وفيها نتحدث عن حالة الطوارئ التي أعلنت في المجتمع العربي على ضوء استفحال الجريمة ووصول أعداد الضحايا لحصيلة قياسية مقارنة بالسنوات السابقة، بعد أن أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الإضراب العام والشامل في المجتمع العربي يوم غد الثلاثاء على أن تنضم المدارس لتنطلق مسيرات شعبية محلية في المدن والقرى العربية. إذن صدرت بيانات عدة عن اللجان الشعبية والسلطات المحلية العربية تؤكد التزامها بالإضراب وبقرارات المتابعة. النائب أيمن عودي تحدث في مقطع مصور عبر منصات الاجتماعية، تحدث فيه عن أهمية الالتزام بقرارات المتابعة على أن يكون الإضراب شاملا وعميقا ومؤثرا يوم غد الثلاثاء. يوم الثلاثاء بعد غد إضراب شامل بكل مناحي الحياة. بالنسبة للمدارس سيكون هنالك تعليم حتى الحصة الثالثة، ولكن النقاش خلال الحصص الأولى والثانية والثالثة يكون حول موضوع العنف والجريمة في مجتمعنا. بعد الحصة الثالثة الجميع وأيضا تلاميذ المدارس يخرجون إلى مظاهرات في التجمعات السكانية المختلفة. يوم الثلاثاء إضراب شامل بكافة مناحي الحياة، مهم جدا أن يكون ناجحا ومؤثرا وملموسا جدا في السياق العام في البلاد. ومن هنا إلى موضوع آخر وإلى مقال الصحفي جوش برينر، مقال نشرته اليوم صحيفة هآرتس. جاء في هذا المقال أن مصادر أمنية تؤكد أن الوزير بنفير يأمر سائقيه بتنفيذ مخالفات مرورية، هذا كان عنوان المقال. إذن كشفت صحيفة هآرتس أن الشباك اتصل بمكتب رئيس الحكومة ووزارة ما يسمى بالأمن القومي في أعقاب عدة حالات تم فيها قيادة سيارة الوزير إيتمار بنفير بشكل مخالف لقوانين المرور. بحسب المصادر الأمنية اشتكى حراس أمن الوزير إلى رؤسائهم في الوزارة، وقالوا أن الوزير كان يأمر سائقيه بارتكاب المخالفات المرورية بما في ذلك تجاوز الإشارة الحمراء والقيادة بسرعة فائقة والقيادة على جانب الطريق. نقتبس من المقال أيضا هذا التصريح الذي صدر عن مصدر أمني والذي يصف بن غفير على أنه يتصرف كما لو كان هو رئيس الحكومة ومن المستحيل أن يقف وسط أزمات السير. يضيف المقال أيضا أن رحلات الوزير من تل أبيب إلى مدينة القدس تتم في أقل من 40 دقيقة، وهذا خروج حقيقي عن القانون. وقول ذات المصدر أيضا إنه لا يعرض نفسه فقط للخطر، بل أيضا حراس الأمن والسائقين على الطريق، وسينتهي الأمر بكارثة. بهذا نكون قد وصلنا لختام بانوراما لهذا اليوم، وهذه تحياتي لكم أينما كنتم. دمتم بخير وأمان، إلى اللقاء.